وخطورة الزلزال المشاهدين لا تتوقف مع نهايته، بل تستمر عبر الهزات الارتدادية التي تكون قوتها أضعف نسبيا من الهزة الرئيسية. وقد تكون موجة الهزات الارتدادية لم تنتهي بعد في تركيا، حيث أشارت توقعات إلى إمكانية حدوث هزة ارتدادية قوية في الأيام القادمة. صاحب التنبؤ ليس إلا العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي توقع حدوث الزلزال التركي السوري قبل 3 أيام من وقوعه. هذا العالم الهولندي أشار إلى إمكانية حدوث هزة ارتدادية ربما قد تصل شدتها إلى 6 درجات، وقد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة. ونشر العالم الهولندي هذا التوقع على حسابه على تويتر لهيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي في هولندا، الذي يشغل فيه منصب الرئيس التنفيذي. غير أن هذه التوقعات يقول منتقدوها بأنها ليست دقيقة.